مدحونها الدولدة فدرالكا السومالية حسن الشيخ محمود أيها وحا أمغضا إن سيقدب أه وقصبي ريز الوزارة حمزة دقالكا كرنكا مدحونها الدولد قبلت كتشوبلان أحمد مدوبي أو سن ريز الوزارة السومالية مرنبا أديار سنين إن أو ستوسا أقرقاق أما أقاتو مركلا فيريو لنكاس إيو مدحوينها دولد فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود أيام مركن وحا أوغو آنكو قاتي إن أو دقال توس أح إنتي دون طبها كو قادتي أو لقالو هقاميها دولد قبلت كتشوبلان أحمد مدوبي حبنا أي دب يباسين إسكويهين أيونا كسو داري حكومة ديسة رئيس الوزارة حمزة أيال سوغوريي إن سوين أو أديدي قرشها مدحوين حسن شيخ محمود أو كوة شهيو دولد قبلت كتشوبلان إزديدوين يخلافات دبات دير هذي أو تاقنا كدب أو قدن بين والاقو قصبي حمزة إن أو ميل مريو ربيتان كم مدحوين حسن الشيخ محمود إسلامر كان أو قلن كدوغو وحوال با أو لنا عيادو أي سيقار أح أو دانين يا مدحوين هدولد فدرال كاهي سوماليا حسن الشيخ محمود أيا قولها وزيرة وحا أو كدر صدي لبحو بنود أو أي سن إسكو في عنين أحمد مدوبي حبين تكوباد ووزير كأرمها قدها نينك اللومك عابي أو حلبان كترسن بارلمان كسوماليا علي حوش أيانا وحا أي سيقوين إسكو هيان أحمد مدوبي وحاو كميديا هاي حبناها سعيد داني أو صوصاري أو قاببك أحمد مدوبي وحوو دو سيدا وين وديدن وحا سيدو كالي وزير كأمنيق قرن كاللومك عابي سنة ترفرتاق أو سر رسمية النقضي وزير كأمنيق دولد فدرالك أحي سوماليا سنة الفرتاق يا أحمد مدوبي سوين أي إسكو هيان وحين أمغدان إني يهين لبنين أو كل لما يتشوبلان يهو قامين تيدا وحانا أحمد مدوبي أواركا إن مركان لغو سوقاضي دقال يدولان توس أو موچينيا إن سيطب أه دولد فدرالك سوماليا أي أوة شاهيسو لنكاس يدولد قبلت كتشوبلان وحسيدو كلاتشرا إن لنعيا مهم أه أو دولد فدرالك السوماليا أي إسكو ديارين أيان دقالك مدحوين حسن شيخ محمود وحال الشيقي دقالك أو لقليو هقاميها دولد قبلت كتشوبلان أحمد مدوبي إن أو كدوين يهي دقالك أو لقليو لنعيا دكالي إيه لنكاس إيو مامول قبلة ديدا دقالك أو لقليو قلمدوك يهير شبه اللي أيا كبا حدوين كنعلوس متك أو لقليو يتشوبلان أو حقوه وحا ايتباحيان إن مدحوين حسن شيخ محمود أو دقال سياسة ديد آن وحبالا إسكور ريبان لقليو مدحوينها دولد قبلات كهير شبه اللي علي قودلا وحسين إياسي دوكالة مدحوينها دولد قبلات كقلمدوك أحمد عبدي كاري قرقر لنا حيادا أيانا سوين أولو اللامي إسلامر كان وحي أدنينيين أريمها مهم كأح إي لحريرا لنكاس إي قرشياشا كالدوين إي دولد ده فدرال كأح إي سوماليا مركا لغاها الليو عليسيادا إي عقبادها كالدوين إي هريالا لنكاس إي مركا لفيريو دولد ده لحي دالك إي قاببك إي وحيو جاهيسو أيانا أموغدا إني يهين كوو مربا مركا كدن بيسا أي كسي حوشينيان إسلامر كان أغو ديار قروبيان ميلمارينتا يكاميرا دارينتا هولها مهيم كأه إي هوريالا لنكاس إيو دولد فدرال كأه إي سوماليا دولد دحي وحي قادني ساعت اللابا حوق يحيلد وحي أصورة قلبا إن أي لنكاس إيو مدحوينياش قلمدوك يهيرشبه اللي إسكوري جيسو قول لاو إي قرقور مدحوين حسن شيخ محمود وحا أغو تلقلي si walba oo ay u dhacdo iyo qaab walba oo ay u suura gashaba in la iska wareejiyo labada nin isla markaana bannaanka la soo dhigo dhamaan baah talaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha wax ku oolka ah ee mar walba saameynta ku laha xaaladaha taagan dawladda dhexe ee dalka ayaana ka dhigaysa in si walba dhinacyadan ay isugu diyaarinayaan meel marinta qorshayaasha go'aanada iyo sidoo kale talaabooyinka wax ku oolka ah waxayna doonayaan mas'uuliyiinta dawladdu in awood ciidan iyo dhaqaalebe ay u adeegsadaan marka koobaad guulaawe iyo qorqor waxaa lagu dayi doonaa in dhaqaale lagu siiyo in ay gabi ahaanba isaga tagaan hoggaaminta
dowladda waa dowlad goboleedyadaasi hadii ay diidaanna waxaa loo adeegsan doonaa cudud ciidan iyo cagajugleyn siyaasadeed taas oo lagu qasbi doono in ugu dambeyn ay doorashada ka hara xitaa haddii ay doorashada ka qayb galayaanna waxaa madaxweyne xasan sheekh iyo saaxiibadiis qaateen in ay albaabada u furaan balse taas beddelkeeda waxaa la meel marinayaa in guddiyada doorashooyinka ee dhankaas iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay la wareegto si ay u soo saarato xildhibaano si gaara iyadu ay u danaynayso arrimahaasna waxay ka dhigayaan in si walba ay uga qayb qaadanayaan qorshayaasha go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee lagu meelmarinayo xaaladaha taagan marka laga hadlayo dhankaas iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya tallaabooyinka iyo qorshayaasha horyaalaahi waa kuwa mar walba ay muhiim tahay in ay ka fakaraan waxaana dowladda Soomaaliya ay u aragtaa in haddii ay la wareegto guddiyada doorashooyinka ee maamulada galmudug iyo Hirshabeelle oo ay soo saarato xildhibaanada wax dooranaya ay taasi ka dhigayso in si dhabax ay isugu diyaarinayaan meelmarinta qorshayaasha go'aanada iyo sidoo kale tallaabooyinka wax ku oolka ah ee ay tahay inay ka fakaraan si xaaladdaas ay uga dhigto mid marba marka ka dambeysa ay kor ugu soo qaadayaan dhammaan baah tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan arrintan iyo arrimaha kale ee la midka ah ayaana muujinaya inay yihiin kuwo si dhab ah ay uga fakarayaan una meelmarsanayaan xaaladahooda iyo sidoo kale go'aanadooda kala duwan marka la fiiriyo labadaas maamul in awooddaas lagula dagaalamayo Jubbaland iyadu way ka duwan tahay waxaana saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh ay soo jeediyeen in Axmed Madoobe fooda la daro oo haddii loo arko in aan wax badan oo saameyn lagu yeelan karin maamulkiisa faraha looga qaado qaabka uu doorashada u qabsanayo taas oo ka dhigaysa in si weyn ay dhinacyadu u qaadanayaan una meelmarsanayaan dhammaan baah tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha ay tahay in marba marka ka dambeysa ay sii xoojiyaan isla markaana ay ka fakaraan waxaana dowladdu ay danaynaysaa in dagaalka Axmed Madoobe aan lagu dayin awood ciidan ama wax kale balse arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalahaba lagu dayo oo haddii taas ay suuragali weydo ay iska soo dhaweystaan hoggaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ay u arkaan ay culus tahay in si fudud meesha looga saaro waxayna danaynayaan in doorashooyinka soo socda ay ka helaan xubno xildhibaano ah isla markaana aagagaas ka soo baxa taasoo ka dhigaysa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay si walba u qaadanayso una meelmarsanayso dhammaanba tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha kala duwan ee ay tahay in qalinka lagu duugo warqabta TV ayaan idin soo gudbin doona wararka soo kordha.